بداية من يعرفنا بهذا الحديث الذي مر معنا سابقا؟ لكن من يعرفنا برجال هذا الحديث؟ من يعرفنا برواة هذا الحديث؟ أصابع جديدة، أين أصابع الإخوة؟ أنت عبد الرحمن وينك؟ ما عدت تشارك. وفلان وفلان وينكم؟ تفضل. عبد الله هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي، ثقة حافظ جمع المسند، مات سنة 29 أو 200. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الجعفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة من رؤوس الطبقة الثامنة، مات في رجب سنة 98 أو 100 وله 91. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة. مات سنة 25 و100. عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، مات سنة 94. أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور، الحب بن الحب، مات سنة 54 وهو ابن 75 بالمدينة. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد، نعم، شيخ البخاري من أفراده على مسلم. اثنين، نعم، فيه رواية التابعي عن التابعي الزهري عن عروة. الزهري روى عن أكثر من صحابي.